أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الأعمال التطويرية التي شهدها شارع ولي العهد أسهمت في تقليل زمن الانتظار الكلي للمركبات في الشارع بنسبة 36%. وأوضح مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق المهندس كاظم عبد اللطيف بأن الوزارة أجرت مؤخرا مسوحات مرورية على شارع ولي العهد، حيث بينت النتائج بأن حجم المرور الكلي على الشارع في الاتجاهين يفوق 71,000 مركبة يوميا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع توسعته إلى 3 مسارات في كل اتجاه وتطوير التقاطعات الواقعة عليه. ويعد شارع ولي العهد شريانا رئيسيا بطول يقارب 2.5 كيلومتر، حيث يربط منطقة الرفاع بشارع الشيخ خليفة بن سلمان ومدينة حمد، ويشهد كثافة مرورية عالية لكونه طريقا حيويا لحوالي 80,000 مركبة يوميا، كما يضم على جانبيها العديد من المرافق والمؤسسات. ومن شأن أعمال التوسعة والتطوير الأخيرة للشارع أن يحقق الانسيابية في الحركة المرورية.